هذه الشيلة إهداء من تغريد العتيبي إلى والدتها الغالية نورة. نوره باسمها نور السنافية. استوديو الإبداع الفني. نور أمي عساني من فداياها. ياللي بعيني تساوي كل نشمية، من يجي في حياتي يكسب رضاها. نوره باسمها نور السنافية، نوره أمي عساني من فداياها. ياللي بعيني تساوي كل نشمية، منيتي في حياتي أكسب رضاها. قلت بهدي لها بيت شعرية تزين القف ويزيد معناها، تزين القف ويزيد معناها. اكتب الشعر بامي والفخر ليا، والشعر اللي انكتب بها ويساها. امي اللي بها ميزات شخصية، يعجز الشعر ما عدت مزايا. بنت مسلية اللي ينطح الهيام، يقوم تكسر اعداها. هذه نورة سيدة جهة مثالية، زين الاخلاق من ربي لها عطاها. والعقل واثق الخصلة اساسية، سمح مقبالها بكل من جاء. نورها اللي خذت بالطيب مالية، معرض اصلها بساسة ومجناها. انعطت مدة يديها رهوية، دايما مادة الجزلة يمناها. نوره باسمها نور السنافية، نوره أمي عساني من فداياها. ياللي بعيني تساوي كل نشمية، منيتي في حياتي أكسب رضاها. قلت بهدي لها بيات شعرية تزين القف ويزيد معناها، تزين القف ويزيد معناها. اكتب الشعر بامي والفخر ليا، والشعر اللي انكتب بها ويساها. امي اللي بها ميزات شخصية، يعجز الشعر ما عدت مزايا. استوديو الابداع الفني. بنت مسلية اللي ينطح الهيام، يقوم تكسر اعداها. هذه نوره سيدة جيلها المثالية، زين الاخلاق من ربي لها عطاها. والعقل واثق الخصلة اساسية، سمح مقبالها بكل من جاء. نوره اللي خذت بالطيب مالية، معرض اصلها بساسة ومجناها. انعطت مدة يديها رهوية، دايما مادة الجزلة يمناها. الاتصال على جوال 0534 5162 79.